السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويبدوت اوتوكاد دوت كوم ده بيخليك تشوف الملفات وتقدر تراجعها سواء من الويب او من خلال اندرويد او من ايفون. كل اللي عليك انك ترفع ملف الاوتوكاد اللي انت عايزه او بي دي اف، دي الملفات اللي هو بيرفعها، او صورة او دي اكس اف، ويبدأ يعرضها لك بالشكل دوت. اي صورة عايز تشوفها ممكن تضغط عليها يبدأ يفتح لك الملف. بالشكل دوت. الجميل فيه ان هو مديك هوت خصائص اي عنصر تعمل عليه سيلكت، يبدأ يجيب لك الخصائص بتاعته. مثلا ده اللاين والكلر بتاعه واللاين تايب، دي الليارات اللي موجودة هنا، البلوكات اللي موجودة هنا، الاكسلفات لو في اكسلفات، فكانك انت فعلا شغال على الجهاز. طيب انا عايز ابدا ارسم، ممكن اقول له درو وابدا ارسم على اللوحه، واقدر اسيف الشغل بتاعي. تمام، تقول له سيف اس او سيف، وتروح مختار هتسيف الملف فين، وطبعا تقدر تحمله ك دي دبليو جي وتبدا تشتغل عليه. تقدر تقول له لا انا عايز افتحه على الديسكتوب، اقدر اشيره مع اصدقائي، اقدر احط انوتيت زي ما انا عايز بالشكل دوت. اقدر اعمل موديفاي، اعدل فيه الشغل واعمل ميرور وكوبي والحاجات دي كلها، فكانك انت شغال على الجهاز. ساعات ممكن واحد يكون ايه عنده تعديل وهو قاعد على الجهاز، حد صاحبه قريبه مش معلوش اوتوكاد، فبدل ما يسطب الاوتوكاد ده حل سريع جدا ان انت ترفع الملف وتعمل التعديلات المطلوبه منك وتشيرها او تعمل لها داونلود او تبعتها للمدير بتاعك.